راو قراف تايو ولحوم يطعمو ويا هدي هموم مصطفى زروال الكاتب الاقليمي النقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة. هذه الوقفة هي جات التزام البيان الاخير ديال اللي فيه شكلين نضاليين للوقفة زائد اعتصام لمدة 24 ساعة يوم 7 ماي. هذه الوقفات هذه هي استمرارية لبرنامج نضالي استمر في ثلاث وقفات سابقة زائد اعتصام انذاري خلال اوقات العمل، وهذه الوقفات جات جراء التدبير الارتجالي للمندوب الاقليمي للمصالح والمؤسسات الصحية داخل السالة، حيث ان هناك توزيع غير عادل لمجموعة من الاطر الصحية خصوصا الممرضين وتقني الصحة، خصوصا اننا كنعرفوا الخصائص اللي كاين في الاطر الصحية والممرضين وتقنية الصحة على الأساس، واللي هذا التدبير هذا والتنقيل والتوزيع الغير عادل للموارد البشرية خلى مجموعة من المصالح اللي هي معطلة سواء في شبكة المؤسسات الصحية المراكز الصحية سواء في المستشفى. مثلا نعطيك المستشفى اللي هي لحد الآن منذ افتتاح المستشفى على يد صاحب الجلالة الله ينصره لحد الآن كاين بنك الدم اللي معمره ما تحل، وقسم الأنف والحنجرة اللي تاهو معمره ما تحل، زائد أن المصلحة الانعاش اللي تحلات في فتره الكوفيد وكنا كنعرفوا الدور اللي كتلعبوا هذه المصلحه هذه تم الاغلاق ديالها من بعد. كذلك اليوم هذه واحد 15 يوم المندوب الاقليمي كذلك اغلق مصلحه ديال تصفيه الكيلي، زائد هذا الشيء كامل المندوب كيزيد هذا الشيء طينه بله بانه كيغيب المقاربه التشاركيه وخصوصا الحوار مع النقابات، وقام بارسال بتنزيل مجموعه ديال ليليس ديال البرامج الصحيه للممرضين وتقنيه الصحه دون استشاره مع النقابات، زائد مجموعه من الاختلالات اللي حنا كنعانيو منها ومازال كنعانيو منها هنايا في قطاع الصحه بسله. ان المندوب التزم بالمقاربه التشاركيه في تنزيل جميع القرارات اللي كتهم الصحه بسله كما كيدير الوزير الصحه كما كدير المديريه الجهويه، والحكومه كذلك نفسها كدير هذه المقاربه هذه، زائد انه يتم التزام بالمذكرات المصلحه الوزاريه بخصوص الموارد البشريه، زائد كذلك انه يتم مراجعه الليست ديال البرامج الصحيه اللي صيفطها للوزاره بدون تشاور مع الـ مع الـ مع الشركاء النقابيين، زائد الالتزام الحياد ووضع المعيار ديال الكفاءه والمسؤوليه بالنسبه لتوزيع المناصب المسؤوليه، زائد انه يكون على قدر المسؤوليه ديال السلا. واليوم احنا كنطالبوا وزاره الصحه لان احنا فقدنا الثقه في المندوب الاقليمي، كنطالبوا وزاره الصحه بالتدخل العاجل لحل هذه الاشكالات كلها. السلام عليكم، عائشه بعير ممرضه عضوة ممرضه متعدده التخصصات بوحدة المستعجلات القرب بقنادل انكس دوجوغ اوبيتال مولاي عبد الله. جات هاد الوقفة الاحتجاجية بناء على العديد من البيانات التي قامت بها النقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة بإقليم سنة، تنديدا بالتسيير الارتجالي للمندوب الصحي الإقليمي الذي يضرب بعرض الحقيقة الحكمة التشاركية، تغييب الحكمة التشاركية، عدم الاكسيرات لصوت القواعد وصوت النقابة، تسيير غير مسؤول، نقص الحد في الموارد البشرية ونقص الحد في الموارد البشرية التي يعاني بها العديد من الأقسام بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله وكذلك العديد من المراكز. أصبحنا اليوم بعد سلسلة من الاحتجاجات التي دعت لها النقابة المستقلة النقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة بإقليم سالة، نجد أن هناك أذان صماء للسيد المندوب الذي يتسم بعدم المسؤولية وعدم قدرة
وقدرته على تسيير الموارد البشرية على صعيد الإقليم. هذا ما يؤثر على الورش الملكي الذي يتصدره صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني لتعميم الحماية الاجتماعية في المملكة المغربية. لهذا نقول بأن بعض المسؤولين يعدون الآن يعرقلون هذا الورش الاجتماعي، خاصة وأن الإطار الصحي يجب أن يعمل في ظروف جيدة صحية ومعنوية، والآن نعيش نحن كإطار صحي احتقان. العديد من الممرضين يعانون من مشاكل نفسية ومن إنهاك جسدي ومعنوي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.